وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أشار إلى ما تم مناقشته خلال اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان من أمور هامة شهدتها الدول العربية على الصعيد الحقوقي. اجتمع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان اجتماع التاسع، وناقش كثير من الأمور التي شهدتها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا السياق أشاد مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان باختيار مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي. وأكد المجتمعون أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير والمستمر الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه بشأن النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وكذلك الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله في هذا المجال على كافة المستويات. أمانة مبادرات ومساعي مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان مساعي متطورة، ونعتبرها كبرلمان عربي نموذج خاصة في موضوع التسامح والتعايش بين الأديان.